وخشية الله عز وجل أعظم العطايا التي يكرم الله جل وعلا بها عباده. نعت الله بها الملائكة وهم من خشيته مشفقون، ونعت الله بها الرسل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ونعت بها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونعت بها بعض أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، فخشية الله عز وجل معناها الخوف المشوب تعظيم، الخوف المخلوط المشبوء المخلوط الممزوج بالتعظيم. تخاف من الله مع تعظيمك له. أنت قد تخاف من غير الله لكنك لا تعظمه، وإنما تخاف لأمر ما فيه، كخوفك من الوحش الكاسر ومن العدو الظالم، هذا الخوف يقع لكنك لا تعظم عدوك. ولكن الخوف إذا كان مشوبا بالتعظيم يسمى خشية، وينصرف إلى الله تبارك اسمه وجل. ويؤيده في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق والمصدوق قال كما عند البخاري في الصحيح أن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه كان يحسن إلى أبنائه، وسألهم أي أب كنت لكم، فأثنوا عليه خيرا، فقال فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، وأخذ عليهم المواثيق على أن يفعلوا هذا. فلما مات عمل أبناؤه بوصيته وأحرقوه، ثم ذروا رماده نصفا في البحر ونصفا في البر، فجاء في الحديث فأمر الله البر فأدى ما فيه، وأمر الله البحر فأدى ما فيه، فاستوى العبد بين يدي الله قائما. فقال الله عز وجل له وهو أعلم: يا عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال: يا ربي خشيتك وأنت أعلم. قال نبينا عليه السلام في آخر الحديث: فغفر الله عز وجل له. وهذا الحديث مشكل في معناه العام، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد تخفى بعض دقائق العقيدة عن بعض الناس، وهذا منهم. والمقصود أثر الخشية إذا وقعت في القلب كيف مآلها وآثرها على المسلم في أمر دينه وفي أمر أخرى.